معانا نشوة. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أنا بنتي توفت الأسبوع اللي فات في حادث، كانت رايحة المدرسة، ربنا يصبرك وأثناء يا رب طريقها ويثبت على للمدرسة قلبك. في أتوبيس حصل يعني عمل لها يعني خبطها وتوفت. كنت عايزة يعني ربنا كذا حد يصبرك. قال لي إن هي في طريقها للمدرسة فهي كده شهيدة علم، فأنا بس عايزة أطمن. وبعدين هي حاضت مرة واحدة قبل وفاتها، أنا بس كنت عايزة أطمن هل هي كده مع الشهداء هتحاسب على الشهر اللي هي حاضت فيه؟ هي عندها 10 سنين و11 شهر، توفت قبل عيد ميلادها، قبل يوم ميلادها ب9 أيام. كنت بس عايزة أعرف هل هي كده هتحاسب ولا هتعامل معاملة أطفال الجنة؟ وحاجة كمان، هي قبل ما تتوفى يوم 15/10 ختمت سورة البقرة وسمعتها لوالدها، ما شاء الله ما ده شاء الله. برضو هيتحط في أجرها في ميزان حسناتها. وعايزة بس أي حاجة تصبر قلبي، لأن قلبي فعلا وجعني على فراقها. أنا ربنا راضية يرحمها والله بقضاء ويصبرها. ربنا، بس قلبي وجعني بس على فراقها. وأشكر الشيخ ربنا يرحمها ويصبرك ويربط على قلبك يا رب. بقاء يا رب. لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا لحضرتك. طيب نجاوب عليها على طول يا دكتور محمود. يعني البنت سنها كان صغير وكده، وفقد طبعا فقد بيبقى صعب جدا. حضرتك الأول توجه لها هي رسالة بإيه وتجاوب عليها بإيه؟ يعني احنا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلبها، آمين. وأن يجعل البنت المتوفاة فرطا في يعني وطريقا إلى الجنة لوالديها وأهلها. اللهم آمين. يعني اصبري، إن كل شيء خلقناه بقدر، ونعم وما بالله أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ونعم بالله. كل إنسان سيموت، إنسان يموت صغيرا وهذا يموت كبيرا، هي أعمار مقدرة. وهذه الحياة التي نعيشها هي حياة فانية، وما هذه الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإحنا نصبر ودائما وأبدا نقول إنا لله وإنا إليه إنا لله راجعون. وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وعوضنا خيرا منها. دي حاجة. الحاجة الثانية هي يعني جمعت بين سببين من أسباب الشهادة، ويعني والحمد لله رب العالمين، ليس سببا واحدا. ما شاء الله. السبب الأول أنها خرجت في طلب العلم، والخروج والوفاة حال الخروج في طلب العلم يجعل الإنسان في منزلة الشهيد. والحاجة الثانية أنها توفيت بهذا الحادث الأليم. فهي جمعت بين سببين من أسباب الشهادة، يعني ليس هناك أفضل من أن نقول أنها في جنة عرضها السماوات والأرض، وأنها في يعني في طريق سبقت أهلها وستشفع لهم في هذا الأمر إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين.